حول هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الباحث في الفلسفة السياسية الدكتور رامي خليفة العلي. أهلا بك دكتور رامي. هل يمكن أن يترجم هذا الموقف الفرنسي الذي وصف بالحاسم هذه المرة تغيرا في مقاربة الملف الليبي أم أنها مجرد تصريحات؟ أهلا بك كريستيان، تحية لك ولمشاهديك الكرام. باعتقادي بأن الآن فرنسا تدرك بأن ما يحدث في ليبيا يهدد المصالح الفرنسية وكذلك المصالح الأوروبية، والحقيقة أن هنالك نشاط دبلوماسي محموم شهدناه خلال 48 ساعة الماضية من خلال وزارة الخارجية. تم التواصل مع الدول المحاذية لليبيا، مع الرئيس الجزائري، كذلك مع الرئيس التونسي، وكذلك مع الرئيس المصري، ويبدو أن فرنسا في طور إعداد موقف أوروبي مشترك. الحقيقة أن اتفاق تحديد الحدود البحرية ما بين اليونان وإيطاليا، وكذا الموقف الفرنسي الحاسم من التدخل العسكري التركي، والمواقف المعهودة من الجانب الفرنسي تجاه تركيا، كل ذلك بدأ يحدد إطارا للتحرك الفرنسي يمكن أن نشهده خلال الفترة القادمة. يتجلى ذلك في عدة نقاط. النقطة الأولى وهو التبني لمقترح القاهرة وإعلان القاهرة حول ضرورة محاربة الإرهاب وضرورة إخلاء ليبيا من القوات الأجنبية وكل الحقيقة الإطار الذي تم الحديث عنه. ثانيا الحقيقة التركيز على الناحية العسكرية والالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تمنع تزويد أطراف النزاع بالسلاح، وبالتالي يمكن أن نرى تحركا أكثر فعالية خلال الفترة القادمة. طيب أستاذ رامي، يعني هناك زيارات كانت مرتقبة من قبل وزيري الدفاع والخارجية الروسي إلى أنقرة، ومن ثم تم تأجيل أو إلغاء هذه الزيارة. هل هناك أي دلالات لتأجيل وإلغاء هذه الزيارة؟ وهل هناك تنسيق بين الجانب الروسي والجانب الفرنسي في الملف الليبي؟ باعتقادي هنالك عدة جوانب يمكن النظر إليها. أولا جانب العلاقة الروسية التركية. تركيا تريد أن يكون هنالك تفاهم روسي تركي فيما يتعلق بالملف الليبي، شبيه بذلك التفاهم الذي شهدناه على الساحة السورية، وبالتالي تريد مفاوضات ما بين الجيش الوطني بقيادة المشير حفتر من جهة وما بين حكومة السراج على نفس الإطار الذي قامت من خلاله اتفاقية أو مفاوضات أستنا، وبمعنى أن يكون هنالك اتفاق تركي روسي على تقاسم المصالح داخل الأرض الليبية يفرض على الجميع ويفرض ذلك وقفا لإطلاق النار. لكن الحقيقة روسيا من جهة وكذلك الدول الأخرى تدرك بأن هنالك خصوصية ليبية مختلفة تماما عن الوضع في سوريا. في سوريا كان هنالك أربعة أطراف فاعلة: روسيا، تركيا، إيران، الولايات المتحدة الأمريكية. في ليبيا الوضع مختلف، هنالك حضور كبير للاتحاد الأوروبي، هنالك مصالح إقليمية كبيرة، وبالتالي لا يمكن السماح بوجود قاعدة عسكرية تركية في هذا البلد يمكن أن تهدد دول الجوار ويمكن أن تهدد الأمن والاستقرار في تلك المنطقة. وبالتالي أولا هنالك خلاف في وجهات النظر فيما يتعلق بالملف الليبي، ثانيا هنالك إدراك بأن هنالك أطراف أخرى يجب أن تكون حاضرة، وبالتالي روسيا الآن تعبر عن دعمها لتحرك من قبل الأمم المتحدة لإيجاد مفاوضات ما بين الأطراف الليبية. وهذا الحقيقة موقف يقترب إلى حد كبير من موقف الأطراف الإقليمية وخصوصا الجانب المصري، لذلك هذا الحقيقة يثير خلاف ما بين الطرفين يتوقع أن يستمر. ولكن في مطلق الأحوال هنالك دائما قنوات للتفاوض ما بين الطرفين، ولكن أعتقد أن المفاوضات لها طابع مختلف تماما عما شهدته العلاقة ما بين البلدين خلال الفترة الماضية. كيف يعني عندما تقول المفاوضات لها طابع مختلف؟ كيف؟ باعتقادي بأن الآن لا يمكن للجانب الروسي أن يسمح بوجود قاعدة عسكرية تركية، كما أن ذلك مرفوض من قبل الأطراف الإقليمية والدولية. كما تعلمين كريستيان فإن روسيا على سبيل المثال سمحت بثلاث عمليات عسكرية كانت تجري على الأرض السورية، سواء عملية درع الفرات أو غصن الزيتون أو العملية في الجزيرة السورية. الوضع في ليبيا مختلف تماما لأن هنالك ميليشيات تعتبرها، الجانب الروسي يعتبرها ميليشيات إرهابية، وجود قواعد عسكرية مرفوض من قبل فرنسا، وكذلك هو مرفوض من قبل دول المنطقة ومرفوض من قبل روسيا. النقطة الثالثة، الجميع بات يعلم الآن أن تركيا تريد أن تجعل من ليبيا قاعدة لانطلاق لبناء نفوذ وبناء سيطرة في المنطقة. لذلك الحديث اليوم على سبيل المثال يتم على اتفاق يمكن أن يجري ما بين حكومة السراج من جهة وتركيا من جهة أخرى من أجل بناء قاعدتين عسكريتين دائمتين للجانب التركي على الأراضي الليبية.
كل هذه العوامل هي عوامل مختلفة عن الملف السوري، وبالتالي التفاهم ما بين الطرفين لن يوقف الصراع ولن يحل الأزمة الليبية ولن يساعد حتى في حل الأزمة الليبية، وهذا ما تدركه روسيا. لذلك روسيا باعتقادي أنها منفتحة على مفاوضات تجري مع أطراف أخرى، أشرت أنت إلى فرنسا، ويمكن أن تجري أيضا مع أطراف إقليمية، وهنالك بالفعل تواصل يجري ما بين روسيا وهذه الأطراف، وهذا الحقيقة مميز تماما وله طابعه وخصوصيته عن الملف السوري كما ذكرنا. شكرا جزيلا لك الباحث في الفلسفة السياسية الدكتور رامي خليفة العلي، كنت معنا مباشرة من باريس، شكرا لك.